كنا غنقولوا لعبنا مزيان، كاس العالم ما فيش لعبنا مزيان، المهم هي النتيجه. ولكن بالنسبه لي لعبوا واحد الماتش اللي ربما كان متوقع لهم، حيت حنا راه فريق راه متاهلين لكاس العالم، ما غنقولوش راه لعبنا مزيان المره الجايه، ولكن المهم هي المشاركه. ما كما كنا خايفين اننا نكونوا بحال السعوديه ويوريو الناس الصلوات الخمس، هذا الماتش كنا غير 1-0، كان ممكن اننا نربحوا. ديما كنقولوا انه كاين امل، كاين امل، كيبقى الامل يتجدد ويتجدد كل سنه وكل مناسبه، ان شاء الله يكون منتخب وطني نقدروا اننا نهزوا به التحديات ان شاء الله. بومزيان لعبوا مزيان، وهذه هي كره القدم، وهذا هو قانون اللعبه، فرابح وخاسر، وبكل روح رياضيه هنيئا للمنتخب الاسباني. وكنقول المغاربه برافو عليكم، وحنا كنبغيوكم كسوا ربحنا ولا ما ربحناش. اكيد واحد الروح وطنيه، حنا كنا باغيين نفرحوا صغار وكبار، كلشي كان كيتسنى فريقنا قوي. مالوزمو ما كتبش، ما كاينش حظ، ما نكروش نقولوا انه الدراري لعبوا تبارك الله عليهم، بصح الفوت توجور كاردي لاسبوار، ان شاء الله لا بروشين فوا ما كتبش.